مشاهدينا مساء الخير. الكثير من الناس أصبح عندهم هوس من العين، ولا الخوف المبالغ فيه من هاد العين أنهم كيدفعهم يعتقدوا ببعض الأشياء ربما في الخيال ديالهم. اليوم غادي نعرفوا أشنا هو التأثير ديال العين على الحياة ديال الإنسان مع السادة اللي هما حاضرين معنا اليوم، ولكن قبل من ذلك غادي نشوفوا رأي الشارع. كنأمن بها بأنه العينين راه كاينة عندنا مذكورة في القرآن، راه كتأثر على الإنسان في الأرض. مجرد العين ديال بنادم إلا كنتبعك، يعني العين كتخلق من القلوب ديال الإنسان بأنه كتضرب. إلا تلاقات معك صافي كتقدر تأثر عليك على المادة ديالك، على الفلوس ديالك، على الحياة ديالك، على الصحة ديالك. هذه معروفة، هذه عندنا أن في الدين ديالنا عندنا معروفة. مأمنين بها. الإنسان إذا ما خفتيش منه غادي يعينك، وإذا خفتي منه كيمكن تنجى. ولكن إذا ما خفتيش منه كاين الإنسان الله يحفظ بسلامة الله، يعني سمعت الله غيشوف يقول أه ديك أه صافي كيجيب الله التيسير. كتخاف على وليداتك وعلى حاجة تتاخذها بنادم. العين كتقتل. العين كاينة عندنا هنا في المجتمع المغربي، كنخافوا على وليداتنا من العين، كنقراو عليهم القرآن، وكل واحد كيفاش كيدير باش يحاول يحافظ على وليداته. داكشي كاين اللي كيخبيهم، كاين اللي كيقرا عليهم القران، كاين اللي كيدير لهم خميسه، كل واحد كيفاش كيعبر. المساله هي مساله الاعتقادات. الا كنتي معتقد بشي حاجه راه غادي يصيبك، ما كتعتقش بداك الشيء راه ما تخاف والو. سي اون كيستيون بسيكولوجيك، سي اون كيستيون بسيكولوجيك. اذا الانسان يتوكل على الله تبارك وتعالى ويخدم ويزيد اللي قدام. معنا إذن لمناقشة موضوع حلقة اليوم العين الأستاذ عبد اللطيف رحال، أستاذ باحث في الدراسات الإسلامية. مرحبا بك أستاذ. أهلا وسهلا. معنا أيضا الأستاذ حسن قرنفل، أستاذ علم الاجتماع. مرحبا بك أستاذ. وحاضرة معنا كشهادة السيدة يدوني فاطمة الزهراء، هي موظفة في التعاون الوطني. مرحبا بك للا. الله يبارك فيك. وطبعا كأخصائي حاضر معنا الدكتور محسن بنيشو، طبيب نفساني اختصاصي في الاضطرابات الجنسية. أهلا وسهلا. مرحبا بك دكتور. إذا قبل ما غادي نشوفوا الجانب البسيكولوجي كيف ما قال السيد في الميكرو تروتوار، غير بغينا احنا كمجتمع عربي مغربي إسلامي بغينا نعرفوا الناحية الدينية شنو كتقول، شنو رأي الدين في العين؟ هو كما جاء في الروبورتاج، يعني الأغلبية ديال المواطنين كيقروا بأنه كاين العين موجودة، لكن فين كيكون المشكل؟ كيكون في المبالغة اللي يعني كتكون يعني مترسخه في الذهن ديالهم تبعا للثقافه الشعبيه اللي عندنا في البلاد. اما هو الدين الاسلامي عموما كيقر بوجود العين، ولكن ما كيعطيهاش هذيك الهاله اللي كاينه عند يعني كاينه في الثقافه الشعبيه. العين سواء يعني باختلاف الاسماء ديالها، سواء كانت عين ضاره او عين حاسده او عين حاره، يعني على اختلاف الاسماء، هي واقعه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق، وأحاديث كثيرة في هذا المجال احنا يعني ما نذكروهاش كاملة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كيقول ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجاهله من جاهله. كتبقى يعني المسألة ديال العين يعني كداء من يعني كمرض من يعني من جميع الأمراض اللي موجودة في يعني ممكن تصاب بها الإنسان. فكيبقى العلاج فقط، العلاج هو اللي كنتكلموا عليه. يمكن نعاود لان العلاج كيف ما ذكرت واحد السيده في راي الشارع انه يعني يكفي ان الواحد يقرا القران وممكن انها يعني ترد عليه هذا العين الضاره كيف قلتيها استاذ. غادي نعاود نرجع لك، غير حنا بغينا نديروا واحد الخلاصه لانها واش كاينه في الدين ولا لا، ونعاود نرجع لك استاذ. غير هنايا بغينا نعرفوا علاش كاين دكتور هذا الخوف الكبير، واش هو مبرر او غير مبرر من ان الناس كتخاف؟ يعني شنو اللي كيدفعها تخاف من العين؟ هو طبعا يعني كما شفنا في الروبورتاج، فواحد قال على ان العين تؤثر على كل شيء، وحنا نقولوا في علم النفس تنسميوها يعني هذا الفكر نوع ما يسمى فكر شمولي او لا جينيراليزاسيون، بمعنى على انه هو تيظن على ان هذه العين اللي ضاره سوف تضر كل شيء. هذه طريقه التفكير هي طريقه خاطئه. السيدة الثانية اللي جات في الروبورتاج كذلك تتقول على أن هذاك العين يمكن لها تقتل، ولذلك تتخبأ الأولاد ديالها، ولذلك هذا كذلك نوع من التفكير الخاطئ، بمعنى على ذاك العين تصل إلى واحد درجة من الخطورة كبيرة جدا
الى درجه انها سوف تؤدي الى اضطرابات في التصرفات ديال داك السيده هذيك بحيث تخبي الاولاد ديالها او ربما انسان اخر يقوم شي اشياء في تصرفات غريبه نظرا لانه تيخاف يعني من داك العين. فحسنا نعرفوا في علم النفس مثلا وخصوصا ما يسمى يعني في العلاج السلوكي والمعرفي على ان مثلا الا خدينا واحد الانسان اللي تيخاف يطلع في المصعد مثلا عنده فوبيا مثلا من الظلام او من اي شيء، هو في حقيقه الامر ماشي داك المصعد هو سبب الخوف ديالو، ولكن الاعتقاد ديال داك الانسان هو سبب الخوف ديالو، بمعنى هو تيظن على ان الا طلع في المصعد راه يوقع له شي حاجه. يعني انا عندي مثلا المريض اللي جا البارح واللي ان عنده وسواس قهري فهو تيظن على ان كل شيء وسخ، ولذلك شنو تيقوم حتى الخبز تيغسلو حتى الفلوس تيغسلو تيغسل اي حاجه لانه تيعتقد. اذا هنايا طريقه الاعتقاد ودرجة الاعتقاد تلعب دور مهم في قضية الخوف، لأن كل توليد الخوف سوف يؤدي إلى قلق وسوف يؤدي إلى اضطرابات كثيرة جدا، وهذه القضية مهمة. يعني نقول احنا نأخذ الدين الإسلامي رغم على أن العين موجودة على أن الجن موجود السحر موجود كل هذه الأشياء، ولكن لا يجب حتى نشوفه في المجتمع المغربي فقط نؤمن بهذه الأشياء ونترك يعني كل الدين وكل الإسلام. أن الله سبحانه يقول أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يجب أن نأخذ الكل ولا تنجبروا الدين الإسلامي مثلا في الفكر دياله كذلك يحارب يعني كل طرق الشعوذة وكل بعض الأفكار الخاطئة. وهذا علاش معنا الأستاذ الباحث في الدراسات الإسلامية باش يقربنا أكثر. غادي نمشيو نشوفوها من الناحية الاجتماعية، وكنشوفوا بأن العين هي ما مرتبطاش فقط أستاذ بالمجتمع المغربي ولكن حتى بالمجتمعات الشرقية ربما أكثر، يعني كنلاحظوها في المجتمعات الشرقية أكثر. بغينا نعرفوا هنا واش هو مفهوم إنساني اللي كيخصنا نتعودوا عليه، يعني عادي جدا أنها تكون. تماما، يمكن نقولوا بأن الإيمان بهذا العين الشريرة هو من ظواهر الكونية اللي كانت منتشرة وما زالت لحد الآن منتشرة في عدد كبير من المجتمعات والحضارات الإنسانية. كانت منتشرة في الحضارات القديمة السومرية البابلية الأشورية في الهند في أمريكا الجنوبية في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، كلها كانت كتآمن بدرجة أو بأخرى بهذا العين الشريرة وكانت كتأخذ الاحتياطات ديالها الضرورية من هذا. هنا يمكن نطرحوا واحد السؤال، شنو هو السبب اللي يجعل الإنسانية بصفة عامة عندها التخوف؟ خصنا نعرفوا بأن الإنسانية في البداية ديالها كان عندها واحد الهاجس واحد الخوف يعني كبير مرضي بجوج ديال الحوايج، من الطبيعة ومن المستقبل، وهذه مازال موجود حتى لحد الآن. والطبيعة الخوف ديالها تيجي من الخوف من الأمطار من السيول من الحرارة من الزلازل من الأمراض إلى غير ذلك، وكذلك المستقبل الناس كلهم الحضارات كلها عندها واحد رغبة ملحة في التعرف على ما كاين في المستقبل، وكناخذوا نحاولوا ناخذوا الاحتياطات باش المستقبل ديالنا يكون في الشكل اللي باغينه. إذا هنا ملي الناس الإنسانية في الفترات الأولى ديالها ما كانش عندها واحد الإمكانيات، كان الفكر العلمي مازال ما ظهرش وكان القدرة على التحكم في الطبيعة المعرفة ديال القوانين ديالها كلها ضعيفة ولا في واحد الحالة جنينية، وبالتالي كان واحد الحيرة أمام ما تقدمه الطبيعة أمام ما يقدمه المستقبل، وبالتالي بواحد الشكل يمكن نقولوا عفوي الإنسانية كلها بدات كتعطي واحد، لأنه الإنسان عنده دائما خوف مع عدم الإجابة على الأسئلة اللي كطرحها ليه، وبالتالي عنده ضروري أنه خصو يقدم الإجابة. واش هذه الإجابة عقلانية ولا ماشي عقلانية هذا موضوع آخر، ولكن الإجابة اللي كيقدمتها ولكن الخوف هو كلها هو أنه كاين هنالك أشخاص قوى عندها واحد القدرة ديال إلحاق الأذى، وبالتالي بداو كيصنفوا بعض الناس اللون ديال العين ديالهم مثلا زرق ولا الحجم ديالهم بواحد الشكل، هاد الناس هادو خصنا نحتاطوا منهم لأنهم كيمكن لهم بالقدرة اللي كيملكوها أنهم يغيروا الأشياء ويصيبونا بالأذى، وبالتالي خصنا ناخذوا الاحتياط ديالنا منهم. بطبيعة الحال هذا سلوك مبالغ فيه، وأن هذه القدرة ديال هاد الأشخاص ما عمرها تبتات علميا بأن هاد الأشخاص بالفعل أنهم في كل الحالات وفي جميع المواقف كيمكن لهم يلحقوا الأذى، ولكن هذا ما كيمنعش بأن هذا الاعتقاد بقى راسخ. واللي غريب الأمر هو أنه واخا الإنسانية تخلصات وتطورت نحو تفكير عقلاني وعلمي بقات الرسوبات
ديال هذا الفكر العقلاني موجوده، بحيث جاتنا شهادات ديال انه مثلا حتى رؤساء الدول العظمى كانوا عندهم العرافين ديالهم، عندنا جميع باش انهم يطردوا العين، ما النجاح ديالهم ما تعقوش عوائق الى غير ذلك. هذا كيعني بان هذا الموروث الانساني القائم على هذه العين الشريره هو قاوم، انه رغم هذه السنوات والقرون الطويله اللي مرت مازال الحضور ديالو باشكال ولكن باشكال مختلفه. اسمحينا بغيت ندخل على واحد القضيه من ناحيه على ان طبعا دائما تتكون شي اي ظاهره كما بغات تكون دائما تنحاولوا نجبروا لها واحد التفسير المبرر، ولذلك هنايا احيانا مثلا الفكر الساذج في البوادي مثلا او يعني حتى احيانا في المدن اي حاجه ترى تنجبروا لها واحد، نحاولوا نجبروا لها تفسير. احنا مثلا تيجونا عده يعني مشاكل، مثلا بعض النوع من الاضطرابات، بعض المشاكل، الناس تيقولوا هذا السيد مثلا فيه ثقافه، هذا السيد فيه السحر، هذا السيد فيه الجنه، هذا السيد فيه عين، لانه ما تيفسروها هكا، ولكن هو راه مريض نفسيا. ولكن احنا كاطباء نفسيين مثلا مطالبين بواحد التحليل يعني عميق باش نشوفوا مثلا هذا الانسان هل له اضطرابات نفسيه، شنو هي طبيعه الشخصيه ديالو، كيفاش طريقه التفكير ديالو، كيفاش طريقه التحليل ديالو، كيفاش طريقه الايمان ديالو والاعتقاد ديالو بذلك الشيء. هذا عندنا يعني في الحلقه غادي نتكلموا عليه، انه يعني ماشي هي الشماعه اللي كيعلقوا عليها الناس الفشل ديالهم، غادي نشوفوها معك دكتور. غير باش يعني هذه الفقره الاولى يعني نحاولوا اننا هذا الخوف، يعني حنايا كاستاذ كمسلمين كنامنوا بالقضاء والقدر، والمفروض ان يعني واش هذا الخوف يعني هو مبرر، هذا الخوف من المجهول واش هو مشروع؟ والخوف من المجهول لابد تكون عنده ضوابط ولكن شرعيه، ولكن ما نقارنوش دائما بالعين. لا ما نقارنوش بالعين، لانه علاش حنا المسائل ديال الغيبيه كلها فاش كنرجعوا ليها كنرجعوا للوحي، يعني القران والسنه. الى الوحي اقرب واحد النوع ديال الشر مثلا ما كنشوفوش حنايا وعطانا العلاج ديالو الوقايه ديالو، حنا نتبعوا اللي قال لنا الشرع. اما نبقاو حنا يعني كنتخيلوا في المخيله ديالنا بانه كاين ما كاين كذا، كاين مخلوقات، كاين هذه كاين، وحتى التفسير كما قال الاستاذ كنبقاو نفسروا يعني بواحد التفسير اللي ساذج، يعني لا راه كذا راه وقع. لا، هذيك التفسيرات كلها لا اساس لها من الصحه. اما انها كما قال الاستاذ يعني جايه من ثقافات يعني غابره، ثقافات يونانيه ولا فرعونيه ولا كذا. المهم ما عندناش شي تفسير، مادام ما عندناش تفسير يعني من الدين ديالنا، اذا هنا يعني كتبقى غير اشياء اللي كيتداولوها الناس بيناتهم. نعم. وكيصدقوها يعني هما اللي تيخلقوها وتيصدقوها. غادي نعاودوا نرجعوا لك استاذ بعد ما نشوفوا اول روبورتاج اللي هو من توقيع معاد كنينيس وفريق اسر وحلول. نعود انطلاقا من التجربه ديالتي انا كطالب جامعي الى غير ذلك، قبل من نسرد واحد المجموعه ديال الاحداث اللي ربما كتعلق بيا، وكانت العين هي السبب في واحد المجموعه ديال الاشياء اللي خسرتها انا وخسر واحد المجموعه ديال الاصدقاء كانوا معايا. يمكن نقول على ان كلمه العين او التقواس يمكن نسطروا عليها بجوج سطور حمرين. سبق لي على انني كنت كنحضر واحد المجموعه من المشاريع في شعريه الى غير ذلك، وهذه المشاريع هي كنت كنحاول ما امكن على انني نوريها للناس الاخرين ونقول لهم بانه هذه المشاريع ديالي. وكتعرفوا على انه الشاعر دائما خصو يوجد او يقول للناس الاخرين على انه عنده واحد المشروع الى غير ذلك، لكن للاسف الناس كيتبعوك كيشوفوا كما شفت الرحمه كيقول لك تبارك الله عليك، وما كيشوفك شوفه ناقصه وكيشوفك دائما هذيك نظره حقد الى غير ذلك. العين راه تابعك في المسجد والمجتمع ديالنا، راه مجرد انك كدوز غير مشه بنادم تابعها. دري سواء كان غني ولا ما غنيش، عنده ولا ما عندوش، فقير ولا بالصنداره ولا ما لابسش، فدائما حنا اي واحد داز كيف ما يكون، داز الدريه، داز الدري، داز الشيخ، داز واحد داير قبه داير، حنا خصنا نبقاو نشوفوا فيه. دائما حنا تعودنا على اننا ذاك العينين ديالنا دائما كنخرجوهم في الاخر، هادشي كيجي ماشي طبيعي، لانه حاولت ما يمكن تجاوز ومابقاش ندير الاعتقاد ديالي في العين. ولكن قمت انا واحد الصديق ديالي بتجربه اننا حاولنا ندير واحد المجموعه من المشاريع اللي هي فعلا صحيحه الى غير ذلك، ولينا كنخرجوا للمدارس كنخدموا في اطار ما هو التواصل والتنميه الذاتيه الى غير ذلك، لكن للاسف لقينا هاد الامور اللي كنقوموا بها دائما حنا متبوعين بطريقه مباشره او غير مباشره. وبالمناسبه انا كزجال يمكن نقول واحد البيت الشعري اللي هو تجسيد لكلمه العين. تاجي انا كلمتي ممدود كيف الغادي
قصد باب الله محبة. وما نقول نبغيك وما نقول نبغيك حتى نشرر ذاك دوام على طول الأيام، دوام على طول الأيام، والعين في العين راه شواف. رجعنا لكم مشاهدينا مرة أخرى، ونذكركم بأن موضوع الحلقة هو العين بالنسبة اللي عاد التحقوا بنا. إذن كيف ما شفنا في الروبورتاج، ويمكن السؤال غادي يصب في نفس الاتجاه دكتور، شنو هي الدوافع النفسية اللي كتكمن في الاعتقاد المرضي بالعين؟ فطبعا هو شنو قال يعني في الروبورتاج، قال على أن العين تبعك في أي مكان، وهذا التفكير هذا هو تفكير خاطئ، يجب أن نتجنب يعني بالنسبة للناس أنهم يظنوا على أن أي أحد ممكن يعينهم على أن العين موجودة في أي مكان. لا، كما قلنا هذا فكر بمعنى لا جينيراليزاسيون، بمعنى تنعمموا وتنرجعوا عاوتاني هذه العين كأنها كل شيء راه يعين. لا، ماشي كل شيء الناس يعينوا، كاين الناس اللي الحمد لله العيون ديالهم عين صالحة وما تعين حتى شي حاجة. ولذلك أهم شيء هنا عاوتاني في الروبورتاج قال على أنه خسر ذاك الخسارة وأن الناس عينوه. أنا طبعا هذا الفكر هذا هو فكر كذلك خاطئ، يعني هو راي أول ذاك الخسارة المادية أو التجارية للعين على أن الناس عينوه، وهذا خطأ من نظرة على أنه ربما ذاك القيام اللي بغى يقوم ذاك العملية التجارية ما نجحاتش لأنه ما قامش بواحد الدراسة موضوعية. يعني أنا عندي حالة مثلا لواحد الإنسان لأنه خوفا من العين بغى ما يبلغش الناس والأحباب ديالو، ومشى يشري مثلا واحد السكن واحد سميتو هذه سنين، ولذلك ما كانش عنده واحد تجربة وما مشاش عند الناس ما استشارش يعني الناس المختصين في ذاك المجال وخسر ملايين متعددة. فهناك في التجارة الناس يخسروا ملايين متعددة لأن الإقدام ديالهم ليس موضوعي وليس دراسي علمي. وحنا الدين الإسلامي ديالنا الحمد لله هو دين علمي، ماشي يعني فوضوي، ماشي أن الناس يقوموا بأي شيء، لا، يعني هذا الإنسان خسر لأنه لم يحسن التصرف فقط، يعني ماشي أن العين، لا، ما العين ما عندها حتى علاقة يعني في الفشل ديالو، اعتقاد اللي هو مرض. نعم، هنا يا أستاذ إلا بغينا نتكلموا على الطبقات الاجتماعية، واش كاينة طبقة اللي كتأثر بهذا العين وكت يعني تعتقد فيها وكتآمن بها دون طبقة اجتماعية أخرى؟ هو نظريا يعني واش عندها مسألة بالثقافة بالطبقة هو نظريا أنه الفئات الاجتماعية الأكثر حرمانا واللي كتعيش في ظروف صعبة كيكون سهل عليها الاعتقاد في العين الشريرة لأنها كتعطيها واحد توازن نفسي، لأنها كتجعلها تعتقد بأن الوضعية اللي كتعيش فيها ماشي نتيجة الخيارات ديالها ولا العمل ديالها ولا هو مصير موضوعي اللي كتقوم به، ولكن هو تدخل عناصر خارجية هي هاد العين اللي كتجعلها. ولكن هذا ما كيمنعش بأننا كنوجدوا هاد الاعتقاد في العين الشريرة حتى بالنسبة للناس الناجحين. الناس الناجحين كياخذوا احتياطات بالنسبه لهم هي عباره عن احتياطات باش هذاك النجاح ديالو يبقى مستمر، ولكن هذا ما كيمنعش بانهم هما في الداخل ديالهم كيامنوا بهذا، ولكن هنا ما كيكونش عنصر ديال التثبيط ولا ديال اضعاف ديالهم بقدر ما يكون كيقوي المناعه ديالهم كيقوي هذاك. وبصفه عامه ملي كيكون الناس عندهم واحد النصيب لا بأس به من الدراسة والثقافة كيكونوا بلوز أو موا محصنين من أنه الإيمان، يعني يقدروا يقولوا هذا راها كاينة ولكن ماشي بذاك الطريقة، ولكن هذا ما كيمنعش بأنه ناس من أعلى مستويات العلمية دكاترة مهندسين إلى غير ذلك عندهم إيمان صادق بهذه القضية يعني هي ما عندهاش احترام. ولكن ملي كنشوفوا النسب المئوية حسب فئات المتمدرسة كنشوفوا بأنه انتشار ديال هذا الإيمان بالعين كيكون أكثر عند الناس اللي حظهم من دراسة من عدم ولا ضعيف شوية مقارنة مع الناس اللي داروا دراسات عليا. كذلك كنشوفوا بأنه الناس الفقراء الناس اللي كيعيشوا في ظروف صعبة كيكون عندهم هذا الاعتقاد سائد من الناس إذن اللي عندهم ظروف عيش. الكلمة زعما قالها مهمة وهو أن العين تدخل خارجي يعني في التصرف الإنسان، وهذه القضية في علم النفس كذلك تنجبروها في بعض الأمراض، يعني مثلا بعض الحالات الفيصامية راه يجي عندنا راه يقول لك على أن الناس هناك قوة خارجية تتحكم فيه، يعني على أن التصرف ديالي ماشي هو التصرف ديالي وكل حركة تنقوم بها
هناك واحد القوة سواء داخلية أو خارجية هي اللي تدفعني. وهذه القضية إذا ما حسناش نطيحوا في هذه الدرجة من الفكر، هذا خطأ طبعا، لأن الإيمان بالشيء يؤدي إلى تصرف ذاك الشيء. فكل ما كنا خايفين من العين كل ما تصرفات كل ما ذاك الشيء اللي كنخافوا منه هو اللي غادي يجينا، ولذلك ما حسش يكون يعني هذه الأفكار التي شفنا الناس يدخلوا على أن العين تابعك في كل مكان، على أن العين غتقتلك، يعني هذه أفكار خاطئة ولا يجب أن نعتقد هذا الاعتقاد هذا. العين موجودة ولكن ماشي بهذا الشكل هذا، ماشي بهذا الشكل المخيف. وغير الخلاصة اللي قلتي أستاذ هو أنها ما مرتبطاش بطبقة دون أخرى يعني، ولكن كترتبط بالشخص يعني بنفسيته. هنا يا حضر معنا فاطمة الزهرة، وبغينا نسمعوا الشهادة ديالك لاله فاطمة الزهرة. مرحبا. أنا واحدة من المجتمع المغربي والعربي بصفة عامة. هاد الظاهرة بكل صراحة أنا كلمسها، وباش نعطي للمشاهد صورة من عين الواقع وتكون قريبة مني، أنا شخصيا تعرضت لهاد الحالة اللي هي العين، ويعني وكان عندها تأثير عليا تأثير خايب، يعني الحاق الأذى بالجانب الصحي. مثلا لاله فاطمة الزهرة، في المرة من الأيام زارتني زاروني أشخاص من العائلة، وكنت أنا اللي دبرت أمرهم، استقبلتهم وجدت لهم الوليمة كل شيء، وفرحوا وعجبتهم للطياب ولا كل شيء. ولكن ما جينا فين نكملوا ونجمعوا الطبلة شعرت بواحد الآلم حاد في الرأس ديالي، وكان إسهال حاد إلى آخره. أنا شخصيا كمثقفة يعني كنستنكر مثلا هاد قلتيك ما يمكن هاد حيت تعبت النهار كله وجات ولا كانت شي حاجه ضغطتني، هذا ما كان. ولكن ملي استعملت الرقيه وهذا وليت لاباس. انا شخصيا كنتسائل كنقول هي العين حق، لا يحق لنا الانكار، ولكن انا عاوتاني كنشوف واحد الحاله اخرى اللي هي أن الأسر أغلبيتها تتلتجأ لدرء العين بالبخور مثلا. هاد البخور ونقدروا نقولوا مثلا راها هي عادة متوارثة، ويمكن الجانب النفسي هو اللي تيخلينا نطمئنوا ونقولوا رحنا هي لا درنا البخور غنوليو لاباس. كتبقى العاد كتبقى هاد الموروث نقدروا ندخلوه في الجانب النفسي، ولكن هذا لما كنكونوا حنا كبار وواعيين بالحادث. ولكن انا واحد الحاله اللي كنتسائل عليها وكنعيشها مرارا، كتشوف مثلا صبي رضيع يتالم الم قبيح، ولكن ملي كتعمل له داك البخور كيولي مزيان. هذه غادي يشرحها لنا الدكتور. غير واحد المساله لاله فاطمة الزهرة، يمكن باش ما يوقعش بعض الخلط عند المشاهد، هو سؤال شويه حساس كنتمنى انك تاخذيه بسعه قلب. واش يعني انت ضريره يعني تزتي وانت ضريره ولا لا؟ توصلت 3 سنوات ونصف من العمر ديالي، حتى وصلتي 3 سنين عاد غير نعاود نرجعوا للموضوع ديالنا. يمكن كان عندك تعقيب من المساله ديال البخور اللي كيديروها الناس باش يطردوا العين. طبعا كثير، مع كل احتراماتي لها، مثلا حنا الغرض ديالنا وخصوصا في هذا البرنامج هذا هو ان نشرحوا للمشاهد الكرام وطبعا باش يكون الفكر ديالهم فكر موضوعي، وعلى ان طبعا ربما يكون الالم في بعض الاحيان عنده اسباب نفسيه، ولكن قد يكون الالم لا قدر الله عنده اسباب خطيره جدا، وهناك حالات استعجاليه انا تنذكر وانا كنت طالب خصوصا بالنسبه للاطفال لان ما تيتكلموش باش يقولوا. ولكن الا رجعنا لها دكتور، بالنسبه لها هي اللي كتقول بان طبعا هي كتامن بالعين، وجرات لها انها عرضت على ناس وطيبات لهم تبارك الله وكانت حادقه، ومنين خرجوا حسات بالام في الراس ديالها وفي المعده. واش يمكن يكون مرتبط؟ انا هي قالت هذه القضيه هذه، واحيانا هناك ما يسمى قضيه لا كوينسيدونس، بمعنى غير الصدفه، الصدفه تاع توافق زمان، انها هي جا هذاك الالم في الراس مثلا، او لا كانت عيانه، او ربما عندها شي اسباب اخرى، ومن جاو ذاك الناس ربطات بين الناس وبين ذاك الالم. وهذا هو الخطا في المجتمعات المغربيه ديالنا وفي المجتمعات العربيه، يعني ما يسمى التاويل.
وحنا هاد التأويل خاطئ ماشي موضوعي ما عنده حتى شي علاقه. ممكن داك الناس بحال دابا ربما يكون عندها هي اثم على ان داك الناس العين ديالهم ماشي ضاره ماشي عينوهاش، ولكن هي راه تقول داك الناس عينوني لان غير جات صدفه كتولي داخله في سوء الظن طبعا الانسان. ولكن الظن اثم ما يقصد الانسان غير كاين واحد المساله يعني واش الى قلنا يعني الواحد بحال دابا ما شاء الله وتبارك الله واش كندفعوا داك الضرر يعني ما يوقعش بطبيعه الحال. يعني الانسان لما كتوصف ليه يعني النفس ديالو ولا الابناء ديالو ولا المال ديالو ولا شي حاجه كتعلق بهم التجاره وهذا، لما كتقول تبارك الله حتى انت يعني في قراره نفسك كتدفع عليك هذاك الشر اللي ممكن ينطلق منك، كتولي انت باغي ليه الخير، لانه العين الاصل ديالها منين جايه؟ راه جايه من الحسد. لأن الانسان كيكون حاسد هذاك الانسان وربما فيه واحد الانانيه فيه واحد الغيره ما بغاش هذاك الشخص انه يكون حسن منه. فلذلك يعني وردت حتى في القران يعني في سوره الكهف لا ماشي قول الله سبحانه وتعالى هذاك صاحب عنده واحد الجنه فيها يعني فيها انهار فيها مجموعه ديال الخيرات باختصار، فدخل لهذاك البستان ديالو فقال يعني انا خير يعني عندي هذاك الشيء اللي ما عندكش نتايا يعني كيقولها لصاحبه تباهى عليه. انا ما بغيتش نذكر الايه لانها طويله شويه، فباختصار انه يعني لما وقع اللي وقع هذاك صاحبه شنو قال لي؟ لولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. يعني علاج لو كان قلتي هذا الكلام هذا كون ما يوقعش لك هذاك الشيء اللي وقع يعني البستان ديالك. نعم. الخلاصه وهو انه الانسان دائما يكون في هذيك الروح ديال انه يبغي الخير للناس وفين ما يشوف شي حاجه عجبته يقول تبارك الله هذه كفيله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفيله انها ترد باذن الله العين. نعم. اذا غادي نعاودوا نرجعوا نكملوا الجزء الثاني من موضوعنا اليوم اللي مرتبط بالعين، ولكن بعد ما غادي نشوفوا هذا الروبورتاج اللي حضرته لنا سناء صنهاجي وفريق عمل اسر وحلول ونعود. من العادات السائدة عند كثير من المغاربة استعمال العين أو الخميسة الوقاية من العين. كاين غير هاد الخميسة هادي مكايناش وحدة صار منه؟ لا هادي هي اللي بقات. ياه. زوينة هادي قيس وشوف. هادي مزيانة؟ آه قيس وشوف. جاتك زوينة؟ كاين واحد الفئة كتاخذها على حسب الديكور، وكاين واحد الفئة أخرى كتاخذها كتقول لك على حسب الناس العين وداك الشيء. كيجيو الناس كاين الصغار كاين الكبار، أغلبية الناس اللي كيكون عندهم تربية بعدا أول حاجة بعدا التربية الناس اللي عندهم تربية كياخذوا عندك خميس على أساس الدري صغير كيقول لك حكا كتحيد العين، كيديروها لي في الشعر في الجبهة كيقول لك حكا كتحيد العين. التقينا بعدد من السيدات من مدينة خريبكة اللي تكلموا لنا على نظرتهم للعين. العين حق مذكورة في القرآن، الناس كلها كتآمن بالعين. اللي كاين هو أن بزاف الناس كينجحوا ولا كيخافوا على رؤوسهم من العين، ما تيبغوش ولاو تيخزنوا داك النجاح ديالهم، ما تيبغوش يبينوا الناس، كيخافوا. الواحد ما تيرد باله إلا لو وقعت ليه شي حاجة، كتوقع ليه شي حاجة صافي كيولي داير باله مع العين. المجتمع ديالنا كاين مثقفات ولكن كيامنوا بالعين، تيامنوا بها تيقول لك لا، واخا فين وصلوا واحد الثقافه واحد المستوى ثقافي ولكن تيقول لك العين كاينه. كاينه هي ماشي ما كايناش، ولكن الانسان ما خاصوش يخليها تاثر فيه. تعود تعاطى حتى داك الشيء ديال بحال ربما تدير الشبه الحرمه شي حاجه كتقول هذا راه تيحمي من العين، ولكن داك الشيء خاطئ ماشي هو اللي تيحمي من العين. ما بقاوش العيالات بحال كيف ما كانوا في الاول، هي غادا تقيها هي غادا عندها، المراه تتقيها كتقرا القران على وليداتها اللي كانوا ليها صغار، كتحصل بالقران بالادعيه ملي كتبغي تخرج من البيت ديالها، كتوضا كتصلي كتدير واحد الدعاء وتوكل على الله. ومهما تعد الطبقات الاجتماعية والثقافية كلها معنية بموضوع العين ولكن بدرجات مختلفة. احنا
شحال كنا صغارين ما كناش كنعرفوا ما معنى العين، يعني كنا غير كنشوفوا اشنو كانوا كيعملوا، حتى بدينا كنكبروا عاد بدينا كنعرفوا شنو هي العين، عاد بدينا مره لا الانسان ما كنشوفوش في الانسان بزاف باش حتى حنا ما كنقدروش كنقدروا نعينوا، اولا كنا في الصغر شويه كبرنا كيقول لك العين يزورك كيعين. المشكله اللي كيامن بها بزاف فريمون كتوقع له فيا، ولكن اللي ما عطيهاش اهميه ما كنظنش كتولي وسواس، كتولي بحال الوسواس عندهم، اي حاجه طرات فلان عيني يعني الا بقينا حنا كناخذوا بان العين هي المصير ديالنا ما غنبقاوش ديك الساعه نديروا بالقدر. رجعنا لكم مشاهدينا مرة أخرى وموضوع الحلقة العين. إذن كيف ما شفنا في الروبورتاج دكتور، يعني كاين ديك الخميسة الناس كيعلقوا صفيحات، يعلقوا خمسة وخميس، كيعلقوا يعني واش هادو أشياء هما اللي غادي تطرد العين، ولكن ولا غنبقاو دائما الاعتقاد السائد الاعتقاد المرضي لأنه راه إلا درنا هاد الأشياء احنا راه طردنا الأشياء الخايبة، ولا هادي شماعة احنا تنعلقوا عليها؟ يعني هذه اعتقادات اللي ربما يعني فيها منافع تجارية، لان نقولوا التجاره هذه تتروج على حسب على ان هذه الافكار، فكثير الناس تقريبا ليس هناك بيت ان الناس ما شاريينش خميسه زعما، او لا حتى في مفهوم الداري جيم تتهضر، او لا شي واحد يقول راه عينك تقول له خمسه عليك يعني، او لكن المثل واحد اخر اللي تيقول زعما الا كان من عند الله راه من عند الله، والا كان من عند العبد الله ياخذ الحق يعني اشياء من هذا القبيل. ولكن هنا تنشوف واحد المصالح يعني حقيقة تجارية، ولكن في الأصل ليس أن هذه الأشياء هي التي سوف تدفع العين، ولكن الاعتقاد الناس تعتقد على أن هذاك الخميسة أو هذاك الشيء اللي راي شري مثلا هو اللي راي يدفع العين. إذن هنا هذه القضية حتى نقوله في جميع نقولوا العلاجات، الاعتقاد مثلا اللي مشيتي عند شي طبيب وتتعتقد على ان داك الطبيب مزيان راه تعالج الدواء ديالو، فقط مجرد الاعتقاد. نعم. الاعتقاد هو يعني اهم شيء يعني في العلاج، ولذلك حتى يقولوا في القران واشياء من هذا القبيل، يقول الاعمال بالنيات، يعني داك النيه ديالك تتلعب واحد الدور مهم. فاذا داك الانسان متى يعتقد على ان داك الخميسه راه تخرجوا من داك العين وراه تدفع على داك العين، مزيان هنا تدفع له واحد القضيه ديال الاطمئنان، راه يطمئن وهو راه يشعر على ان العين ما راه تدخلوش. نعم نعم، قضية إيجابية. نعم، ومادام كنتكلموا على المجتمع المغربي غير هو يا هنا يا أستاذ، يعني واش يعني الأشياء اللي كنا كنسمعوها والقصص والخرافات وذاك الاعتقادات يعني باقية ساكنانة؟ أنا كنعتقد بأنه الإيمان بالعين مازال في المجتمع المغربي، ولكن تقلص بشكل ملموس. أنا كنشوف كنقارن بين الذكريات ديالي الطفوله على المنازل اللي كنت كندخل لها والتصرفات ديالها، والان حنا كنا كندخلوا لجميع المنازل كنلقاوها مطلصه بالعلامات ديال الخميسه والحاسود لا يسود الى غيره. كان واحد الهوس مرضي عند الاسر انهم واخا انه كتدخل المنازل المتواضعه والاتات ديالها كذا، كان كل شيء كيخاف. كنشوفوا هذا دابا ملي قلتي الحاسود على كنشوفوا صف بعض الشاحنات كيكتبوها اللور تماما. وحتى بالنسبه للاطفال الصغار كانوا